اهلا وسهلا بيكم مره تانية في المرايه. وسؤال الضيف العزيز، تشرب شاي بالياسمين؟ وماله اشرب يعني، جت عليا. طيب ندخل بقى في الموضوع، وعايزك تكلمني عن الفساد في مصر. بص، الفساد بحس ساعات انه بقى اسلوب حياه بالنسبه لناس كتير، وده نتيجه طبيعيه لحكومات ما بعد هوجه الانفتاح. كانت بتشجع اصلا على كده، وبتختار اهل الثقه لضمان ولائهم، وبتستبعد اهل الكفاءه. عشان تضمن ايه؟ تضمن بيئه مناسبه لزراعه الفساد. ايه الكلام الكبير ده يا عم؟ انا حاسس انك بتتكلم على عصابات مش على حكومات، في ايه؟ مش الدرجات دي يعني. وبعدين واضح انك كالعاده ناوي تجيب الغلط كله على الحكومات اللي علمت الشعب الغلبان ازاي يبقى فاسد. على فكره انا بكلمك على واقع تاريخي، ارجع كده لعهد الملكيه ولا عهد الرئيس عبد الناصر، مش هتلاقي اصلا فساد كان منتشر زي الفترات اللي بعد كده خالص. اولا الفساد مش مالي وبس، في كمان فساد سياسي اللي ممكن يتسبب في كوارث زي هزيمه حرب 48، زي نكسه 67. حتى الفساد المالي كان ليه تواجد من زمان، والدليل اهو. اوضه واحده بيطوها ب 92 جنيه؟ ايوه. ازاي؟ ليه؟ بيطوها بايه؟ بلبن زبادي؟ بمربى التفاح؟ اظن كتير شويه. كتير شويه؟ ده كتير قوي قوي. ده نقص، ده نقص. كلام في سرك؟ ناظر الوقف بتاعنا. شفت بقى يا سيدي الفساد موجود في مصر من امتى؟ ونجيب الريحاني كان زعلان عشان 92 جنيه؟ طب ده كويس انه ما حضرش الوزير اياه اللي طلع حج وهو 18 فرد من اسرته بالرشوه، والله الراجل كان مات من قهرته. اهو انت كده اهو بتناقض نفسك، لان مجرد القبض على الوزير ده وهو في الخدمه دليل قوي على جديه الدوله في محاربه الفساد. وطبعا سيادتك ما سمعتش عن تقدم مصر 36 مركز في قائمه مؤشر الشفافيه. الشفافيه دي تعيش انت؟ يعني انت عايز تقنعني ان الراجل ده هو الفاسد الوحيد في البلد دي، وان بعد القبض عليه بقت الدنيا ربيع؟